بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. يسأل السائل عن مقولة إن الله يعطي الذاكرين ما لا يعطي السائلين. لعل هذه المقولة والعلم عند الله تنسب لابن كثير الدمشقي، أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي، صاحب التفسير وصاحب البداية والنهاية رحمة الله على الجميع. ولعله يكون استقاها من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي قال في مجموع الفتاوى إن أفضل الذكر هو القرآن، وبعد القرآن يأتي الذكر ثم الدعاء. وحجته في ذلك رحمة الله عليه، أعني ابن تيمية، أنه قال صلى الله عليه وسلم عند مسلم بعد القرآن لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، إنه من أفضل الذكر. ولأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس. وأيضا كما عند البخاري في التاريخ الكبير وعند الترمذي في السنن وعند البيهقي من حديث أنس وعمر وأبي سعيد الخدري قال الله عز وجل من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لكن هذا الحديث ضعيف، فيه عطية العوفي وفيه غيره من أصحاب المناكير، بل وحكم عليه بعض أهل العلم بالوضع وبالكذب. وقال من الشيخ بن عثيمين واللجنة الدائمة واختار الشيخ بن باز رحمة الله على الجميع أن دعاء الله عز وجل ومسألته تبارك وتعالى من أعظم العبادة. ولذلك قال ربنا عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله عز وجل دعاءه ومسألته عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السنن الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث ضعيف لكن أصح منه قول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ولذلك نقول يا إخواني كما قالت اللجنة الدائمة وغيرها أن أحدهما لا ينفك عن الآخر، فالذكر مطلوب وهو من أفضل ما يرطب الإنسان به لسانه، والدعاء أيضا مطلوب. وقال صاحب المرقى وغيرها رحمة الله على الجميع إن مقصود هذا إن الإنسان إذا شغل بالقرآن وبذكره تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يعطيه سؤله وزيادة. لكن كما قلنا هذا لا ينفك عن الدعاء، وأتت الشريعة بأن الإنسان عليه أن يدعو الله عز وجل وأن يلح في الدعاء. والدعاء نوعان، دعاء العبادة وهو توحيد عز وجل وإن صلاة ونسك حيواتي لله رب العالمين، ودعاء المسألة وهو بأن يسأل الله عز وجل الخير وأن يسأله أن يصرف عنه الشر والضر. هذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.